السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص الفرد الأول، المرحلة الأولى في مادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي. إذا مرحبا بكم وتبعوا معايا في هذا الفرد. إذا خلال شهر رمضان المعظم توجهت كعادتك إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد قريتكم. بعد أداء تحية المسجد جلست رفقة المصلين تنصت لدرس ديني من إلقاء الفقيه حول الرضا بقدر الله والتفاؤل بالخير، مستشهدا بقصة امرأة عمران وضرورة الإيمان بالله والخضوع له، مستدلا بقصة آسيا زوج فرعون قبل أن يضرب لكم موعدا مع درس بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته السرية في الدرس المقبل. يعني ضرب لكم موعدا في درس مقبل الذي كان بعنوان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته السرية. إذا غادي نبداو الإنجاز ديال الأنشطة ديالنا بركن ديال التزكية. غادي نبداو بالتزكية. السؤال الأول، أكتب من سورة المدثر من قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى غير يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، الآية الأولى، قم فأنذر، الآية الثانية، وربك فكبر، الآية الثالثة، وثيابك فطهر، الآية الرابعة، والرجس فاهجر، الآية الخامسة، ولا تمنن تستكثر، هي السادسة، ولربك فاصبر، هي السابعة، فإذا نقر في الناقور، هي الثامنة، فذلك يومئذ يوم عسير، آية التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. صدق الله مولانا العظيم. لن نمر الآن إلى السؤال الثاني، أصل كلمة بمعناها أو كل كلمة بمعناها المناسب. كان عندي المدثر، فتنة صعودا، سقر عذابا شاقا، جهنما ضلالا، الملتفف بثيابه. إذا بالنسبة للمدثر هو الملتفف في ثيابه، بثيابه نعم، فتنة هي ضلالا نعم، صعودا يعني عذابا شاقا، ثم سقر يعني جهنم. نعم، ندوزو للسؤال ثلاثة، عرف الإيمان، ما المقصود بالإيمان؟ إذن الإيمان هو التصديق، تصديق القلبي، يعني التصديق بالقلب، قلبي الجازم. إذن هو التصديق القلبي الجازم، يعني لا شك فيه، شك فيه بالله، يعني التصديق القلبي الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان هو تصديق القلب الجازم، يعني لا شك فيه، تصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نمر الآن إلى الاقتداء. سؤال أول، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ شحال كان العمر ديال الرسول عليه الصلاة والسلام من أنزل عليه الوحي؟ إذن كان عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 40 سنة، كان عنده 40 سنة. نعم. السؤال الثاني، دائما في الاقتداء والاستجابة، لمن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته في البداية؟ لمن أولا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة دياله؟ لمن، وماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذن وجه
الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في البداية إلى من تشده صلة بهم أو صلة أو قرابة أو معرفة سابقة وأصدقائه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة ديالو فقط غير الناس اللي قدامه، يعني اللي بيناتهم صلة، اللي كيعرفهم، اللي من العائلة ديالو والأصدقاء ديالو. إذن هذه الدعوة تسمى هذه الدعوة دعوة سرية. إذن الدعوة السرية. ثلاثة، ما هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا السؤال بالأحرى خصو يكون ما هو أو ما هي السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحديث التالي، دعنا نكمل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا 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 واحتسابا، دعنا إيمان واحتسابا، غفر ما تقدم، غفر ما تقدم من ذنبه، غفر ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو الحديث ديال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له أو غفر ما تقدم من ذنبه. نمروا في الصفحة الموالية دائما في الاقتداء والاستجابة. سؤال الخامس: أعبر عن موقفي بموافق أو غير موافق من الوضعيات التالية. طفل يصلي التراويح ولا يصلي الصلوات المفروضة، هل أنت موافق غير موافق؟ طفل يصلي صلاة التراويح ركعتين فقط، غير موافق. علاش؟ لأن صلاة التراويح تصحح بركعتين بعدهما وتر أو بثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو بكل شفع بعده وتر. إذن الشفع كيكون فيه جوج ديال الركعات والوتر كيكون فيه ركعة واحدة. طفل يؤدي صلاة التراويح بهدوء وسكينة، موافق. طفل يشوش على المصلين مع أقرانه، خطأ، هذا سلوك خاطئ، إذن غير موافق. إذن طفل يصلي التراويح ولا يصلي الصلوات المفروضة، غير موافق. طفل يصلي صلاة التراويح ركعتين فقط، غير موافق. طفل يؤدي صلاة التراويح بهدوء وسكينة، صحيح، موافق. طفل يشوش على المصلين مع أقرانه، غير موافق. نمر إلى الحكمة والقسط. إذن القسط والحكمة. أولا، أكمل قصة آسيا زوج فرعون بما يناسب من الكلمات التالية. إذن غنكمل هذه القصة بهذه الكلمات: بعد أن وضعت أم موسى ولدها خافت عليه من بطش فرعون فوضعته في وألقته في، إذن فوضعته في التابوت، في التابوت، إذن درته في التابوت، وألقته في اليم فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسيا فأنجته وآوته. إذن بعد أن وضعت أم موسى ولدها خافت عليه من بطش فرعون فوضعته في التابوت وألقته في اليم فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسيا فأنجته وآوته. ثانيا، أحيط بالجواب المناسب. اتصفت آسيا زوج فرعون بالإيمان بالظلم بالكفر. إذن الوصف ديال زوجة فرعون آسيا هو الإيمان، يعني اتصفت بالإيمان، نعم، لأنها صبرت. السؤال الثالث، دائما في القسط والحكمة، انتبهوا معي. السؤال الثالث، أذكر أفضل نساء أهل الجنة اللواتي تحدث عنهن الرسول عليه الصلاة والسلام. شنو هما أفضل نساء أهل الجنة؟ لأن أفضل نساء أهل الجنة نذكر أولا خديجة
بنت خويلد، فاطمة، خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، آسيا زوج فرعون، مريم ابنة عمران. إذن أربعة ديال النساء منعمين بالجنة أو هم من أهل الجنة: خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت محمد يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، آسيا زوج فرعون، ومريم ابنة عمران. نمر إلى السؤال الرابع والأخير في هذا الفرض. أضع علامة أمام ما استفدته من قصة آسيا زوجة أو زوج فرعون، بماذا أو ماذا استفدت من هذه القصة؟ أثبت على الحق، أقنط وأيأس من رحمة الله، واظب على دعاء موقنا بالإجابة. إذا احنا كنعرفوا بأنه القصة ديال آسيا زوج فرعون، فرعون كان يعتدي على آسيا فصبرت معه وكانت مؤمنة، وبالتالي هنايا شنو استفدت منها؟ أنني أثبت على الحق، نعم أثبت على الحق، وكذلك أواظب على الدعاء، واظب على دعاء موقنا بالإجابة وبالتوفيق للجميع. كنتمنى أنكم تزيدوا دعم قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس لشوفوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.